خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الرئيس السيسي يؤكد أن الإرهاب سيظل أكبر التحديات التي تواجه الإنسانية. مدبولي يؤكد أن الرئيس السيسي يضع المبادرة الرئاسية حياة كريمة على رأس أولويات الدولة خلال هذه المرحلة. السودان يحقق مع ضباط المتورطين في المحاولة الإنقلابية الفاشلة، والبرهان يؤكد أن تماسك القوات المسلحة ضمان لتماسك البلاد. 6 مساءً بتوقيت القاهرة، 4 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الإرهاب يظل من أكبر التحديات التي تواجه الإنسانية. وخلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، شدد الرئيس السيسي على أنه لا يمكن القضاء على الإرهاب إلا من خلال مواجهة الفكر التكفيري والمتطرف في إطار مقاربة شاملة تشمل الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والتنموية والفكرية. يظل الإرهاب كذلك من أكبر التحديات التي تواجه الأسرة الإنسانية في عصرنا الحالي، حيث تنتهك هذه الظاهرة الحقوق الأساسية للمواطنين وفي مقدمتها الحق في الحياة، وتعيق جهود الحكومات نحو بلوغ الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لشعوبها. لذلك تشدد مصر على أنه لا يمكن القضاء على الإرهاب إلا من خلال مواجهة الفكر التكفيري والمتطرف المتسبب في تلك الظاهرة البغيضة، وذلك في إطار مقاربة شاملة لا تقتصر فقط على المواجهة الأمنية للإرهابيين وتنظيماتهم، بل تشمل أيضا أبعادا اقتصادية واجتماعية وتنموية وفكرية. تجافف منابع الإرهاب وتعالج الظروف والعوامل التي تدفع البعض إلى هذا الطريق الإجرامي، وهي مقاربة كما تتطلب جهدا وطنيا فإنها تستلزم تعاونا دوليا. ومن هنا أود تأكيد أهمية احترام كافة الدول لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ونشدد في هذا الصدد على أهمية محاسبة الدول التي ترعى الإرهاب وتحتضن عناصره، بمن في ذلك المقاتلون الإرهابيون الأجانب، وتوفير لهم الملاذ والدعم. من ناحية أخرى، أكد الرئيس السيسي أن مصر تقدر خطورة التباين في مسارات التعافي الاقتصادي بين الدول وفقا لقدراتها على توفير الأعداد اللازمة من اللقاحات المضادة لكورونا. أضاف الرئيس السيسي أن الدول المتقدمة تستأثر بالنصيب الأكبر من إنتاج العالم، مطالبا بضرورة الاستجابة السريعة والفعالة لاحتياجات القارة الأفريقية. تقدر الدولة المصرية خطورة التباين في مسارات التعافي الاقتصادي بين الدول وفقا لقدرتها على توفير الأعداد اللازمة من اللقاحات، حيث تستأثر الدول المتقدمة بالنسيب الأكبر من إنتاج العالم منها. وتشير مصر على وجه الخصوص إلى ضرورة الاستجابة السريعة والفعالة لاحتياجات القارة الإفريقية، حيث باتت قارتنا الأكثر تضررا من تداعيات الجائحة في الوقت الذي تواجه شعوبها تحديات أخرى لا تقل خطورة عن فيروس كورونا. ولذا حرصت مصر على توطين صناعة اللقاحات ليس فقط لتلبية احتياجات مواطنيها، ولكن أيضا للتصدير إلى القارة الإفريقية. كما أكد الرئيس السيسي أن نهر النيل شريان وجودها الوحيد عبر التاريخ، وهو ما يفسر القلق العارم الذي يعتري المواطن المصري إزاء سد النهضة الإثيوبي. وخلال كلمته أمام اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، أضاف الرئيس السيسي أن مصر لا تزال تتمسك بالتوصل في أسرع وقت ممكن لاتفاق شامل ومتوازن وملزم قانونا حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، حفاظا على وجود 150 مليون مواطن مصري والسودانية. فمصر التي تعترف بحقوق أشقائها التنموية تعد من أكثر الدول جفافا، ويظل شعبها تحت حد الفقر المائي،
ويشكل نهر النيل شريان وجودها الوحيد عبر التاريخ. هو مفسر القلق العارم الذي يعتري المواطن المصري إزاء سد النهضة الأثيوبي. ولعلكم تعلمون جميعا ما قالت إليه المفاوضات الدائرة منذ عقد من الزمن بين مصر وإثيوبيا والسودان براءة تعنت معلوم ورفض غير مبرر للتعاطي بإيجابية مع العملية التفاوضية في مراحلها المتعاقبة، واختيار للمنهج الأحادي وسياسة فرض الأمر الواقع مما بات ينزل بتهديد واسع لأمن واستقرار المنطقة بأكملها. وحول القضية الفلسطينية أكد رئيس السيسي أنه لا سبيل لاستقرار الشرق الأوسط دون التوصل إلى حل عادل ودائم وشامل للقضية الفلسطينية التي كانت وما زالت القضية المركزية للأمة العربية. وأوضح الرئيس السيسي أن هذا الحل يأتي عبر التفاوض استنادا إلى مقررات الشرعية الدولية لإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 4 من يوليو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. لقد أكدت مصر مراراً أنه لا سبيل لاستقرار الشرق الأوسط دون التوصل إلى حل عادل ودائم وشامل للقضية الفلسطينية التي كانت وما زالت القضية المركزية للأمة العربية، وذلك عبر التفاوض استناداً إلى مقررات الشرعية الدولية لإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 4 من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. ومن هذا المنطلق تؤكد مصر أهمية تثبيت وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في 20 مايو 2021، كما تدعو مصر المجتمع الدولي لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الأوضاع المعيشية للشعب الفلسطيني. في مستهل اجتماعه الأسبوعي، وقف مجلس الوزراء برئاسة مصطفى مدبولي دقيقة حدادا على وفاة المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق. ونعى مجلس الوزراء الفقيد الذي وافته المنية أمس بعد مسيرة عطاء عطرة وبعد رحلة عمل ونضال طويلة من أجل هذا الوطن العظيم. هذا وأكد مدبولي أن المشير طنطاوي بذل قصارى جهده للحفاظ على الوطن ومقدراته، ولا سيما في الظروف العصيبة التي مرت بها البلاد في أعقاب الثورات 25 من يناير، واستطاع بحنكته وصبره الوصول بالوطن إلى بر الأمان، كما تحمل الكثير والكثير من الضغوطات برحابة صدر وحكمة واسعة شهد بها الجميع. وخلال الاجتماع أيضا أشاد مدبولي بما وصلت إليه الشركات المصرية من كفاءة وقدرة على تنفيذ المشروعات الكبرى بجودة وبتوقيتات زمنية دقيقة، مشيرا إلى حجم الأعمال التي تمت بالمشروعات الخدمية والتنموية التي افتتحها الرئيس السيسي بالأمس. كما توجه مدبولي بالتهنئة لوزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمناسبة الفوز بجائزة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية 2021، مشيرا إلى أن هذه الجائزة توثق ما أنجزته الدولة المصرية في هذا القطاع، وشهد بها الجميع تنفيذا لتكليفات الرئيس السيسي. من جانبها، استعرضت وزيرة الصحة والسكان هالة زايد آخر المستجدات الخاصة بجائحة كورونا محليا ودوليا وموقف بعض الدول من التطعيم. وفيما يتعلق بموقف اللقاحات في مصر، أشارت وزيرة الصحة إلى أن العدد الإجمالي لمراكز تلقي اللقاح على مستوى الجمهورية بلغ 830 مركزا بما في ذلك مكاتب السفر. وتناولت زايد مستجدات حملة مع نطمئن والتي تضمنت تغطية 18 محافظة منذ انطلاق الحملة في 16 سبتمبر الجاري، حيث تم خلالها تسجيل 45460 مواطنا على الموقع الإلكتروني للوزارة والخاص بتلقي اللقاح. هذا وأشارت وزارة الصحة إلى أنه تم شراء وتوزيع 600 ثلاجة للتوسع في تجهيزات واستقبال لقاحات فايزر. في سياق آخر، أكد رئيس مجلس الوزراء أن الرئيس السيسي يضع المبادرة الرئاسية حياة كريمة على رأس أجندة أولويات الدولة المصرية خلال هذه المرحلة، حيث وجه الوزراء بمتابعة تفاصيل تنفيذ هذه المشروعات بأنفسهم. جاء ذلك خلال متابعة مدبولي الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتطوير الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة،
كما بحث تحديات التنفيذ بالمرحلة الأولى والتي تتضمن جملة من التنسيقات مع الوزارات والجهات المختلفة، وأكد مدبولي ضرورة العمل على تذليل كافة التحديات لدفع العمل في مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة وفق البرامج الزمنية المستهدفة وتحقيق أعلى درجات التنسيق والتعاون بين الجهات وسرعة استكمال توفير الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروعات. تواصل أجهزة وزارة الداخلية نجاحاتها في التصدي لجرائم جلب وترويج والإتجار في المواد المخدرة. إلى ذلك تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة من ضبط العديد من قضايا الإتجار والتهريب، وهو ما يسهم في حماية الشباب والمجتمع من آثارها السلبية. نجاحات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة التي تحققها في مجابهاتها الحاسمة لجرائم الإتجار وتهريب المواد المخدرة سبب رئيسي في تجفيف منابع المخدرات، وتسهم في حماية الشباب من هذه الآفة الخطيرة التي تضر بهم وبالاقتصاد. فيقظة الإدارة ساهمت في إحباط محاولة تشكيل عصابي نقل وتهريب 3750 تربة لمخدر الحشيش من شرق لغرب قناة السويس، برغم إمعان عناصر التشكيل في إخفاء المخدر أسفل حمولة جبس حجري لسيارة نقل بمقطورة حتى لا يتم رصدها، إلا أن المحاولة باءت بالفشل. وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام وبالاشتراك مع مديرية أمن السويس، تمكنت الإدارة من ضبط عناصر التشكيل حال استقلالهم السيارة المشار إليها وسيارة أخرى بنطاق قسم شرطة الجناين بالسويس، وبحوزتهم تلك الكمية التي تزن 375 كيلوغرام وتقدر قيمتها المالية ب 26 مليون و250 ألف جنيه. وسجلت الإدارة نجاحاً آخر يضاف إلى سلسلة نجاحاتها الكبيرة في مكافحتها لجرائم الإتجار في المواد المخدرة، فقد تمكنت من إحباط محاولة ترويج كمية كبيرة لمخدر الآيس، تلك المحاولة التي قام بها عنصران إجراميان بدائرة مركز شرطة الصف بالجيزة، ونجحت وبالتنسيق مع قطاعات الأمن العام ونظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وأمن الجيزة وبمشاركة فاعلة لقطاع الأمن الوطني والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، نجحت في ضبط العنصرين حال استقلالهما سيارة وبحوزتهما 11 كيلوغرام من مخدر الآيس تقدر قيمتها ب 28 مليون جنيه. لم تقتصر ضربات الإدارة عند هذا الحد، إنما تواصلت الضربات والنجاحات، فقد استهدفت وبالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام وبمشاركة مديريتي أمن المنوفية والإسماعيلية عدداً من العناصر الإجرامية الذين تخصصوا في الإتجار بمخدري الحشيش والهيروين، وتمكنت من ضبطهم وبحوزتهم 70 كيلوغرام لمخدر الحشيش و12 كيلوغرام لمخدر الهيروين وتقدر قيمة المواد المخدرة المضبوطة بعشرة ملايين جنيه. قضايا إتجار وترويج مواد مخدرة يتم ضبطها، وهو ما يعبر عن حجم الجهود الأمنية الكبيرة التي تبذلها أجهزة المكافحة بوزارة الداخلية ويقظتها الدائمة، وهو ما يحول دون نفاذ تلك الكميات إلى المجتمع ويحمي بذلك الشباب من الوقوع فريسة لإدمان المواد المخدرة. عبد الله بركات، التلفزيون المصري. أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ضرورة إجراء الاستحقاق الانتخابي في ليبيا في موعده في 24 من ديسمبر المقبل، وسرعة العمل على إنهاء الوجود العسكري الأجنبي وحل الميليشيات المحلية في البلاد. جاء ذلك في مداخلة للأمين العام للجامعة العربية أمام اجتماع متابعة مسار برلين حول الوضع في ليبيا، والذي عقد على هامش أعمال الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وقع مجلس الدولة بمصر والمجلس الأعلى للقضاء بدولة ليبيا مذكرة تفاهم تهدف إلى تبادل الفتاوى والأحكام والاجتهادات القانونية والقضائية والأبحاث والتدريب والتأهيل، وذلك في إطار التعاون القانوني والقضائي بين الجانبين. جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس الدولة المستشار محمد محمود حسام الدين برئيس المحكمة العليا ورئيس المجلس الأعلى للقضاء بليبيا المستشار محمد الحافي، وذلك بمقر القصر التاريخي لمجلس الدولة بالقاهرة. تناول اللقاء التباحث بشأن تنظيم أوجه التعاون بين الجهتين في مجال إعداد وتدريب وتأهيل الأطر القانونية والقضائية التابعة للنظام القضائي بليبيا وطرق رفع الكفاءة الفنية لها. التقى وزير الخارجية سامح شكري نظيره الفرنسي جون أيف لدريان، جاء ذلك استمرارا للقاءاته المكثفة في نيويورك ودفع العلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين الصديقين. كما تم خلال اللقاء التشاور حول الملفات الإقليمية والدولية ذات الأولوية لدى الجانبين. كان شكري قد استهل اليوم الثالث لزيارته إلى نيويورك بلقاء وزير الخارجية والدفاع الأيرلندي سيمون كوفني، ويأتي ذلك في إطار استمرار فعاليات الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث ناقش الطرفان العلاقات الثنائية بين مصر وأيرلندا وسبل الدفع بها قدما. كما تناولا عددا من القضايا الدولية والإقليمية محل الاهتمام المشترك، وذلك للتنسيق على ضوء رئاسة أيرلندا الحالية لمجلس الأمن. في سياق آخر، أكد وزير الخارجية سامح شكري أن مصر لا تدخر جهدا في التنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة لتحقيق ما فيه صالح لشعب لبنان، وذلك عبر تقديم الدعم في مختلف المجالات التي من شأنها دفع الاقتصاد قدما وإيجاد حلول لمشكلة الطاقة. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجره شكري برئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، حيث هنأه خلاله على نجاحه في تشكيل الحكومة اللبنانية، ومتمنيا له كل النجاح في التعامل مع التحديات الكبيرة التي يواجهها لبنان. من جانبه دعا ميقاتي وزير الخارجية للقيام بزيارة إلى لبنان في أقرب فرصة على ضوء العلاقات المتينة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وأفق تعزيزها في المرحلة القادمة. وما زلنا في الشأن اللبناني، حيث أكد رئيس اللبناني ميشيل عون أن اهتمام الحكومة سيتركز خصوصا على النواحي الاجتماعية ومعالجة حالات الفقر التي تعيشها نسبة مرتفعة من العائلات اللبنانية. أضاف عون خلال استقباله المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان أن لبنان سيبدأ التفاوض مع صندوق النقد الدولي، وذلك بهدف إيجاد حلول عملية للأوضاع الاقتصادية الراهنة وفق خطة النهوض الاقتصادي، مشيرا إلى أنه سيتم العمل على معالجة ملف الكهرباء وإعادة إعمار وتأهيل مرفأ بيروت. أكد الرئيس اللبناني أيضا أن الانتخابات النيابية سوف تجري في موعدها المقرر في 8 مايو المقبل. فيما له صلة، بحث رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي مع قائد الجيش العماد جوزيف عون الأوضاع الأمنية وشؤون المؤسسة العسكرية. جاء ذلك خلال استقباله للمجلس العسكري بمقر مجلس الوزراء. كان القائد العام للجيش اللبناني قد أكد في تصريحات له أن الجيش سيبقى العمود الفقري للبنان والضامن للأمن والاستقرار، مشددا على أن الجيش يخوض معركة التعامل مع الأزمة الاقتصادية الحالية. بالتزامن، رفع لبنان أسعار البنزين بنسبة 16% في ثاني زيادة خلال أسبوع واحد من خطوة لتخفيض الدعم عن الوقود المستورد. قال مصدر بوزارة الطاقة اللبنانية إن الأسعار الجديدة قد حددت حسب صرف 14000 ليرة للدولار مقابل سعر رسمي قدره 1500 ليرة للدولار الواحد قبل اندلاع الأزمة في عام 2019. يعاني لبنان من أزمة اقتصادية عميقة قد تسببت في انهيار العملة، وتركت الحكومة التي تعاني من ضائقة مالية شديدة أمام فاتورة دعم متزايدة للعديد من المواد الأساسية المستوردة بما فيها الوقود.
إلى ذلك، حثت مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان القادة السياسيين على التحرك بسرعة لتخفيف الأعباء الاقتصادية والاجتماعية عن الشعب اللبناني واستعادة الخدمات الأساسية والتحضير لانتخابات نزيهة وشفافة. جاء ذلك في بيان للمجموعة رحبت فيه بتشكيل الحكومة الجديدة وبمنح البرلمان اللبناني الثقة للحكومة وبرنامجها. ودعت المجموعة قادة لبنان للشروع في الإصلاحات اللازمة لاستعادة الثقة ولتحقيق العدالة للشعب اللبناني. وأطلقت مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان في سبتمبر عام 2013 من أجل حشد الدعم والمساعدة لاستقرار لبنان وسيادته. نتحول إلى الملف السوداني، حيث قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان إن الانقلاب الأخير أجهضته القوات المسلحة وأن الجميع شركاء في حماية البلاد. وأضاف البرهان خلال مؤتمر صحفي أن تماسك القوات المسلحة هو ضمان لتماسك السودان وأنه لن تتمكن أي جهة من إبعاد القوات المسلحة عن المشهد. تماسكنا هو تماسك السودان، فلذلك طالما احنا موحدين السودان سيبقى موحد، طالما احنا متحدين ومتكاتفين السودان سيظل واقف وصامد وما في جهة تستطيع ان تهزه او تأثر فيه. دي وصية احنا بنوصيكم بها، يجب ان نتسامى ونتوحد وكلنا نخد عيننا على هدف واحد. احنا دارين نبني السودان، دارين نوحد السودان، دارين نحافظ عليه زي ما استلمناه، نسلمه للأجيال اللي بعدنا وطن شامخ حدادي مدادي زي ما بيحلموا به ناسنا وشبابنا اطلعوا بينادوا بالحرية والسلام والعدالة. واجبنا أننا نعمل على تحقيق هذه الأحلام، نشارك كل القوى الوطنية التي تؤمن بهذا الشعار والتي تؤمن بشعارات ثورة ديسمبر المجيدة، بأن شعارات الحرية والسلام والعدالة هذه القوات جزء أساسي من تنفيذ هذه الشعارات. بدورها قالت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي إن السلطات السودانية تجري تحقيقات مع الضباط المتورطين بالمحاولة الانقلابية الفاشلة. وقالت الوزيرة السودانية إن التحقيقات تشمل أيضا بعض العناصر المدنية ذات الصلة بالنظام السابق، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن إعلان إحباط المخطط الانقلابي أثار ردود فعل إيجابية إقليمية ودولية. هذا وقد أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش محاولة انقلاب الفاشلة بالسودان. وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفن دوغاريك إن أي جهد لتقويض الانتقال السياسي في السودان سيعرض التقدم الذي تم إحرازه للخطر على الجبهتين السياسية والاقتصادية. السادسة تتواصل معكم على شاشة التلفزيون المصري وتتابعون فيها. القاضي يطلع على تنفيذ المحاكاة الثالثة للانتخابات والحكومة تنتهي من توفير متطلبات إنجاحها. رئيس الوزراء العراقي مصطفى القاضمي نجاح المحاكاة الثالثة للعملية الانتخابية والتي جرت في مقر المفوضية العليا المستقلة للانتخابات. وأكد القاضمي أن الهدف من محاكاة عملية الانتخابات هو الخروج بانتخابات نزيهة تعكس تطلع العراقيين إلى مستقبل أفضل وتعبر نتائجها بشكل حقيقي عن إرادة الشعب العراقي. وأوضح القاضمي أن الجهاز الحكومي العراقي أتم توفير جميع متطلبات إنجاح الانتخابات سواء من الجانب الأمني أو تقديم الدعم اللوجستي وغيرها من الأمور التي طلبتها مفوضية الانتخابات. أنا أحب أشكر جميع يقوم بمفوضية السيد رئيس مفوضية الأعضاء، طلعنا اليوم على إجراءات المفوضية في المحاكاة الثالثة والأخيرة وكانت مطمئنة وناجحة بكل امتياز فيما يخص إجراءات الناخب.
وأعطت رسالة مهمة جدا للمواطنين للكتل السياسية أن هذه الإجراءات جاءت شفافة ونزيهة. هذا النجاح سوف يعود لإعادة ثقة المواطن بهذه الانتخابات. أنا أحب أسجل شكري لجميع الأخوان من المفوضية، لكل من دعم المفوضية، الأمم المتحدة، أصدقاء العراق، جيران العراق، في دعم هذه العملية الانتخابية. الحكومة قامت بواجبها في دعمكم في كل احتياجاتكم، وأنتم قمتم بواجبكم بأفضل ما يمكن. هذا سوف يسجل صالحكم بالتاريخ، والتاريخ سوف ينصفكم. حقيقة سعيد بما شفته، وإن شاء الله في يوم الاقتراح تكون نسبة أي خطأ فني غير موجودة، حتى لا نحصل تشكيك ومحاولات البعض لتشكيك نتائج الانتخابات. ميدانيا أفاد مصدر أمني باستهداف رتل دعم لوجستي للتحالف الدولي جنوبي البلاد، وأوضح المصدر أن عبوة ناسفة قد استهدفت الرتل العسكري أثناء مروره ضمن حدود الناصرية بمحافظة ذي قار الجنوبية، وأشار المصدر إلى أن التفجير لم يسفر عن أي إصابات. أعلنت الدفاعة الجوية السعودية تدمير طائرتين مسيرتين أطلقتهما قوات الحوثي تجاه خميس مشيط. من جانبه أكد التحالف العربي متابعته نشاط قوات الحوثي واستمرارها بإطلاق طائرات مسيرة مفخخة، مشيرا إلى أنه جاري اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين. وما زلنا في الشأن اليمني، حيث لقي العشرات من قوات الحوثي مصرعهم فيما جرح آخرون، وذلك جراء اندلاع مواجهات واسعة مع الجيش اليمني في عدد من المحافظات. قالت مصادر عسكرية بمحافظة مأرب شمال شرقي اليمن إن أكثر من 50 من قوات الحوثي قتلوا وأصيب آخرون في جبهات عدة، مشيرة إلى أن قوات المدفعية قد تمكنت من تدمير 8 آليات تابعة لقوات الحوثي. وفي المغرب، أعلن رئيس الحكومة المعين عزيز أخانوش تشكيل الأغلبية الحكومية من أحزاب التجمع الوطني للأحرار وحزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال. وقال أخانوش خلال مؤتمر صحفي إن المنطق الذي حكم اختيار هذه الأغلبية هو توجه الإرادة الشعبية، مشيرا إلى أنه حريص على تشكيل أغلبية متماسكة لتأليف حكومة منسجمة. وأضاف أن الحكومة الجديدة ستعمل دون توقف لخدمة تطلعات الشعب المغربي. إنني أعلن أن الأحزاب التي ستشكل الحكومة المقبلة هي حزب التجمع الوطني للأحرار، حزب الأصالة والمعاصرة، وحزب الاستقلال. وإن المنطق الذي حكم اختيار هذه الأغلبية هو أولا توجه الإرادة الشعبية، حيث أن هذه الأحزاب الثلاثة نجحت بغالبية كبيرة في إقناع الناخبين، كما عبرت عن ذلك نتائج صناديق الاقتراع. أعلنت الرئاسة الجزائرية وفاة رئيس الدولة السابق رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح عن عمر ناهز 79 عاما. كان الراحل قد تولى عدة مناصب دبلوماسية وسياسية رفيعة، منها رئاسة المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة ورئاسة الدولة لمدة 90 يوما بعد شغور منصب رئيس الجمهورية إثر استقالة الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة. الرئيس الأمريكي جو بايدن أن بلاده نقلت 160 مليون جرعة لقاح إلى دول العالم. خلال قمة افتراضية عالمية بشأن كورونا، أكد بايدن أن الولايات المتحدة ستمنح نصف مليار من جرعات لقاح فايزر للدول الفقيرة.
لقد نقلنا 160 مليون من الجرعات إلى العديد من دول العالم، وتبرعات الولايات المتحدة وصلت إلى نصف مليار من الجرعات من فايزر، وكنا قد وعدنا بأن ننقل ذلك إلى كل العالم. اليوم أعلن أيضا عن التزام تاريخي آخر، الولايات المتحدة ستبيع أيضا نصف مليار من الجرعات من فايزر لمنحها للدول الفقيرة في العالم. أعلنت لجنة الصحة الحكومية في الصين اكتشاف 3 حالات إصابة محلية جديدة بفيروس كورونا في مدينة هاربين شمال شرقي الصين. في غضون ذلك أغلقت سلطات المدينة رياض الأطفال والمدارس الثانوية ودور السينما والصالات الرياضية لمدة أسبوع، وبدأت حملة اختبار جماعي للسكان وسط دعوات إلى تجنب السفر بوسائل النقل العام ما أمكن وعدم مغادرة منازلهم، فيما تم تحديد العديد من المناطق في المدينة بأنها مناطق خطر متوسط للإصابة. كشفت منظمة الصحة العالمية أن المتحور دلتا طغى على المتحورات 3 الرئيسية المثيرة للقلق من فيروس كورونا في العالم. وقالت المسؤولة التقنية في منظمة الصحة العالمية عن مكافحة كورونا إن دلتا أصبحت أقوى متحور وأشد عدوى وأكثر منافسة للفيروسات الأخرى. متحورات كورونا أصبحت كابوساً يطارد الناس حول العالم، خاصة سلالة دلتا التي يؤكد خبراء منظمة الصحة العالمية أنها أسرع انتشاراً وأكثر خطراً من فيروس كورونا الأصلي. منظمة الصحة العالمية كشفت أن المتحور دلتا طغى على المتحورات 3 الرئيسية المثيرة للقلق من فيروس كورونا في العالم، والتي باتت تشكل الآن نسبة صغيرة جداً من العينات التي يتم فحصها. وبعدما تم رصد دلتا في أكثر من 185 دولة حتى الآن، قالت المسؤولة التقنية في منظمة الصحة العالمية عن مكافحة كورونا ماريا فان كيركوف إن أقل من 1% من المتحورات المنتشرة حالياً هي من ألفا وبيتا وجاما، وأن متحور دلتا هو الطاغي فعلياً حول العالم. وأواخر العام 2020 مع بدء ظهور متحورات لفيروس كورونا شكلت خطراً أكبر، قامت منظمة الصحة العالمية بتصنيفها إلى متحورات مثيرة للاهتمام وأخرى مثيرة للقلق. وإلى جانب المتحورات 4 المثيرة للقلق، هناك أيضا 5 أنواع مختلفة مثيرة للاهتمام، لكن فان كيركوف قالت إن 3 منها وهي إيتا ويوتا وكابا جرى خفض تصنيفها إلى متحورات خاضعة للمراقبة، مشيرة إلى أن هذا يعود إلى التغيير في الانتشار، فالمتحورات المثيرة للاهتمام تغلبت عليها المتحورات المثيرة للقلق. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا هاتفيا من فرنسا دكتور رياض عربي درقاوي الطبيب المتخصص في الطب المخبري والمناعة لكورونا. دكتور رياض، بعد التحية، مع التطورات الأخيرة إعلان الولايات المتحدة منح النصف مليار جرعة لقاح للدول الفقيرة، برأيك أن هذه المنح ستكون لها دور في الحد من خطر انتشار الفيروس خلال الموسم الشتوي القادم إن شاء الله؟ إن شاء الله. شكرا لكم ولاستضافتكم وأهلا بمشاهديكم. في الحقيقة أن يعني الدول الغنية كأمريكا خاصة يعني والمنتجة للقاح بشكل شديد كأوروبا أيضا وأمريكا، يجب أن تقوم بالضغط على شركات اللقاحات ومن يمولها أيضا ل يعني تسهيل موضوع الملكية الفكرية أيضا ولي يعني عمل مصانع لإنتاج اللقاح في البلاد، مثلا في إفريقيا، في آسيا، في أمريكا الجنوبية، لأنه في الحقيقة أقل من 10% حاليا من سكان هذه البلاد ملقح، وبالتالي فإنه إذا لم يحدث يعني سرعة في الأداء وسرعة في تسريع عملية التلقيح، فإن الفيروس سوف يعود بقوة مع قدوم الشتاء القادم إلى هذه البلاد كما تفضلتم، وبالتالي سوف يعود أيضا خطر الوصول أو يعني تشكل طفرات وتشكل متحورات والعودة من جديد إلى المربع الأول. طبعا لن يكون العودة بنفس الطريقة تماما، ولكن يعني سوف تهدم كثيرا من الجهود التي قد تم بذلها لكي نصل إلى ما وصلنا إليه هنا حاليا في بلاد أخرى أغنى من الدول الأخرى. برأيك دكتور رياض، هل القمة الافتراضية لمواجهة كورونا ستنجح في خلق هذا التوازن المطلوب بين حصص الدول الفقيرة والغنية من اللقاحات؟
لا أعتقد ذلك في الحقيقة، يعني لا أعتقد ذلك. ما يحدث هنا هو أنه كثير من المستثمرين قد استثمروا في شركات اللقاح، فالتي لم تصرح ولا حتى هذه اللحظة من 6 الشركات الأساسية عن المبلغ، أو ليس المبلغ، كلفة اللقاح. فنحن لا نعلم كلفة اللقاح ولا نعلم ماذا تربح هذه الشركات من إنتاج هذا اللقاح. فالذي قد يكون له فعل حقيقي لكي يعني تقوم الشركات الكبرى والدول الكبرى بتوزيع اللقاح هو يعني ضغط مرة أخرى كما قلت على هذه الشركات، لكي نقول لها أننا قد استثمر كثيرا من الأموال العامة، من الأموال العامة للدول، لكي يتطور هذا اللقاح. وشكرا لهذه الشركات أنها استطاعت الحصول على اللقاح وتطويره، ومساعدة المنظمة الصحة العالمية والشعوب كلها ووزارة الصحة في محاصرة هذا الوباء والتصدي له. ولكن يبقى أيضا موضوع هو الموضوع الذي طرحتموه، وهو الوصول هذه اللقاحات إلى البلاد التي تحتاجها كثيرا حاليا، بما أنه نسبة قليلة من السكان موجود فيها. أما بقية الأمور فقد تكون نظرية، قد تكون يعني تجميلية، ولكن ليس لها تأثير حقيقي. نعم. أخيرا دكتور رياض، منظمة الصحة العالمية أعلنت أنه متحور دلتا يعتبر الأشرس ضمن قائمة المتحورات الثلاث الأخرى لكوفيد 19. هل ترى أنه تلقي اللقاح من الممكن أنه يخفف من حدة هذا المتحور والإصابة به، أم نحتاج إلى تطوير اللقاحات الحالية أيضا؟ حقيقة أن المتحور دلتا غير بعض المعطيات التي كانت موجودة. حتى مع المتحور ألفا كان هناك يعني حماية جيدة للقاحات ضمن لهذا الفيروس. بالنسبة للدلتا، اللقاح الحالي خاصة الفايزر يعني وموديرنا يحمون جيدا، وأثبت ذلك، يحمون جيدا من الذهاب إلى المشفى ومن أن يحصل إنتان قوي عند الشخص الذي تم التعرض له لدخول الفيروس إليه، يعني إلى جسده. هذا أكيد. أما بالنسبة لموضوع الانتقال، فللأسف المصاب بالفيروس دلتا ينقل ولو هو ملقح يعني لغير الملقح أو لملقح آخر، وبهذا يعني الفيروس يستمر بالتكاثر مع وجود هذا اللقاح. الآن كما يعني ما هو الحل؟ الحل أيضا هو عدم أبدا التساهل بالنسبة للإجراءات الاحترازية. تماما، والله موضوع جدا مهم، موضوع الإجراءات الاحترازية. الجرعة التي يتلقاها الإنسان يعني كما درسناها في الطب وفي الاختصاص وفي حتى الدكتورة أنا يعني التي فعلت عملتها، الجرعة مهمة جدا. يعني فعندما نتلقى جرعة خفيفة من فيروس ما أو جرثوم ما بشكل عام، فالمرض لا يحصل، يستطيع جهاز المناعة أن يتصدى له وأن يقضي عليه. أما عندما نتلقى جرعة كبيرة بسبب أننا أهملنا بشكل جيد وكنا مثلا مجموعة كبيرة من الأشخاص في نفس المكان المغلق ونتسامر وهكذا بدون أن نهوي مثلا المكان، بدون أن نقول لمن يسعل مثلا لو سمحت اسعل في الخارج أو ضع بشكل جيد مثلا شيء، يعني كما تعلمون، فهذا شيء مهم جدا. بالنسبة لتطوير اللقاحات التي جئت على ذكرها أيضا، لا شك أنه الآن حاليا وبتقنية الRNA خلال 6 أسابيع يستطيعون مثلا أن يعملوا يعني سيكونس أو لقاح خاص بمتحور ما، ولكنه موضوع مكلف أيضا يعني، فحتى الآن لم يلجأوا له. والدراسات تقول أنه بالنسبة للدلتا مثلا 66% يعني الحماية هي 66% ضد الانتقال، فليست يعني نهائي، ليست صفر، ولكن يعني أقل من المطلوب. أشكرك جزيل الشكر دكتور رياض عربي درقاوي الطبيب المتخصص في الطب المخبري والمناعة، شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر الهاتف من فرنسا، شكرا جزيلا. حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم من أن النظام الصحي في أفغانستان على وشك الانهيار، مؤكدا أن البلاد ستواجه كارثة وشيكة ما لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة. أشار أدهانوم في بيان صدر عقب ختام زيارته إلى أفغانستان بصحبة المدير الإقليمي للمنظمة للشرق الأوسط أحمد المنظري، إلى أن الزيارة سمحت بالوقوف على الاحتياجات الفورية للشعب الأفغاني بشكل مباشر والالتقاء بأصحاب المصلحة لتحديد سبل زيادة استجابة منظمة الصحة بشكل عاجل، لافتا إلى أن 17% فقط من المرافق الصحية في هذا المشروع الصحي تعمل بكامل طاقتها في البلاد.
من جانبه أعلن نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن جريفيث أن الأمم المتحدة قد خصصت مساعدة عاجلة بقيمة 45 مليون دولار لدعم النظام الصحي في أفغانستان. أوضح جريفيث أن الأموال تذهب إلى منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، وتسمح من خلال منظمات غير حكومية محلية ودولية بتشغيل مراكز الرعاية الصحية بما فيها المستشفيات حيث يعالج مرضى فيروس كورونا، مؤكدا أن نظام الصحة في أفغانستان ينهار وستكون له عواقب كارثية. دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون فرنسا إلى الهدوء بعدما أعربت باريس عن غضبها بشأن الشراكة الاستراتيجية المبرمة بين الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا، والتي حملت كانبيرا إلى فسخ عقد ضخم لشرائين غواصات فرنسية. وتعليقا على التحالف الاستراتيجي الثلاثي المعروف باسم أوكوس، اعتبر جونسون هذا التحالف بأنه تقدم كبير من أجل الأمن العالمي. ومن المقرر أن يجري الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مكالمة هاتفية اليوم مع نظيره الأمريكي جو بايدن لبحث أزمة الغواصات. رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالالتزامات المهمة التي تم التعهد بها تجاه العمل المناخي من قبل أكبر اقتصاديين في العالم أمريكا والصين. أشاد غوتيريش في بيان له بإعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الولايات المتحدة ستزيد وبشكل كبير تمويلها الدولي للمناخ لما يقرب من 11.4 مليار دولار سنويا. قال الأمين العام للأمم المتحدة إن هذه الزيادة في المساهمة من الولايات المتحدة ستقرب البلدين المتقدمة من الوفاء بالتزاماتها الجماعية لحشد 100 مليار دولار سنويا لمواجهة المناخ. كما رحب غوتيريش بالإعلان الذي أدلى به الرئيس الصيني شي جين بينغ بأن بلاده ستنهي كل تمويلها لمحطات الطاقة التي تعمل بالفحم في الخارج، وسوف تعيد توجيه دعمها إلى الطاقة الخضراء منخفضة الكربون. أعلنت السلطات الإسبانية إجلاء نحو 6000 بسبب بورك لا بالما، حيث تتدفق الحمم في ثلاثة مسارات ضخمة. هذا ويستمر ثوران بورك لا بالما في إسبانيا لليوم الرابع على التوالي مع تقدم الحمم البركانية واقترابها من الوصول إلى البحر وتحسب لانخفاض في الرؤية. كانت السلطات البحرية قد أوقفت الملاحة في المنطقة الواقعة غربي الجزيرة حيث كانت تتوقع وصول الحمم إلى المياه. تشققات جديدة تم رصدها في بركان كومبريفييخ المتفجر في جزر الكناري الأسبانية، ما زاد كميات الحمم المتدفقة ودفع مئات الأشخاص إلى إخلاء منازلهم. يقع البركان في جنوب لا بالما، وهي واحدة من الجزر السبع التي يضمها أرخبيل الكناري الواقع في المحيط الأطلسي قبالة سواحل المغرب. البركان الذي بدأ ثوران الأحد الماضي أجبر نحو 6000 شخص على إخلاء منازلهم، وقد دمرت حممه عددا كبيرا من المنازل والأراضي وغطت مساحات كبيرة. أدى البركان إلى تدمير 166 مبنى وأكثر من 250 فدانا غطتها الحمم المتدفقة. يحذر الخبراء من أن الحمم البركانية التي تواصل مسارها نحو البحر ستدفع بسحب من الغازات السامة والتي تؤثر أيضاً على البيئة البحرية. يعود تاريخ آخر ثوران بركاني في جزيرة لا بالما إلى عام 1971. سجل آخر ثوران بركاني في أرخبيل الكناري عام 2011 وكان تحت الماء. قال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عاصم الجزار إن المشروعات المخططة والجاري تنفيذها في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز إدفو بمحافظة أسوان تشمل إنشاء 13 مجمعاً لخدمة المواطنين والتي تنفذ على مستوى الوحدات المحلية. جاء ذلك خلال جولة لوزير الإسكان لمركز إدفو لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري. من جانبه قال رئيس الجهاز المركزي
المركزي للتعمير محمود نصار إن الأعمال تشمل أيضا إنشاء 47 كوبري سيارات على المجاري المائية بجانب إنشاء 4 نقاط إسعاف وتطوير 11 نقطة إسعاف أخرى لتحسين خدمات الإسعاف المقدمة للمواطنين. قام محافظ الإسماعيلية شريف بشارة بجولة بقرى مركز القنطرة شرق للوقوف على تقدم الأعمال ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وتضمنت الجولة تفقد المشاريع المدرجة في المبادرة الرئاسية ونسب التنفيذ الخاصة بها في قرى الأبطال والسلام والتقدم. كما استمع المحافظ أثناء جولته لآراء المواطنين ووجه قيادات وزارة الصحة بسرعة الانتهاء من تطعيم المواطنين بقرى ومراكز المحافظة بلقاح فيروس كورونا. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء بشأن تأجيل بدء العام الدراسي الجديد بالمدارس لعدم حصول أعضاء المنظومة التعليمية على لقاح فيروس كورونا. أوضح المركز الإعلامي أن الدراسة ستبدأ في موعدها المقرر وفقا للخريطة الزمنية المعلنة مسبقا، والمقرر لها أن تبدأ يوم السبت الموافق 9 أكتوبر المقبل مع الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا. كما أشار المركز الإعلامي أيضا إلى أنه جاري العمل على تنفيذ خطة لتطعيم كافة أعضاء المنظومة التعليمية على مستوى مديريات التربية والتعليم بمختلف المحافظات، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة. أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء نجاح الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل في تحقيق زيادة في إيراداتها بنسبة نمو بلغت 36% خلال العام المالي 2020-2021. جاء ذلك في العرض المعلوماتي الذي نشره المركز بعنوان توسع تدريجي في منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظات. وأشار العرض المعلوماتي إلى أن قيمة اشتراكات غير القادرين بمنظومة التأمين الصحي الشامل التي تتحمل الخزانة العامة للدولة وصلت إلى حوالي 40 مليون جنيه خلال العام المالي 2020-2021. كما تمت إتاحة أكثر من 2850 خدمة طبية بالمنظومة حتى الآن. من جانبه أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية أحمد السبكي توفير الخدمات الطبية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظات تطبيق المنظومة الجديدة التي تشمل بورسعيد والأقصر والإسماعيلية، مشيرا إلى أنه تم تقديم أكثر من 6.5 ملايين خدمة طبية حتى الآن بالمحافظات الثلاث. أوضح السبكي أن الخدمات الطبية والعلاجية شملت تقديم أكثر من 3 ملايين خدمة طبية من خلال مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأولية التابعة للهيئة، بالإضافة إلى أكثر من 1 مليون خدمة طبية بالعيادات الخارجية للمستشفيات و150 ألف عملية وتدخل جراحي. بدأت بمحافظة البحيرة فعالية حملة مع نطمئن سجل الآن، وذلك لتشجيع المواطنين على التسجيل على الموقع الإلكتروني لتلقي اللقاح. وتستمر الحملة لمدة 7 أيام من خلال عدد 4 أتوبيسات بجانب 6 سيارات إضافية ستجوب كل أرجاء المحافظة. وأكد محافظ البحيرة هشام أمناء أهمية الدور الذي تقوم به الحملات الصحية والمراكز والوحدات الثابتة والمتنقلة لتطعيم المواطنين، حيث تم خلال الفترة الماضية زيادة عدد الفرق الطبية بالمحافظة إلى 112 فرقة ثابتة ومتحركة، وذلك تيسيرا على المواطنين. نتكلم مع الناس ونوعيهم ايه المشكله وازاي يتعاملوا، ايه الاجراءات الاحترازيه وازاي تتعامل مع الاجراءات الاحترازيه والتطعيم وايه السلبيات والايجابيات، كل ده هنتكلم فيه. ولكن في النهايه قاعدين بنستهدف برضو فئه وشريحه كبيره من الناس من خلال التحرك بالتابلت في الشارع، ونساعدهم على ان هم يسجلوا على المنظومه وياخدوا التطعيم. قام وزير الدولة للإنتاج الحربي محمد أحمد مرسي بتفقد آخر تجهيزات المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية إيدكس 2021 والاطلاع على معروضات الوزارة المزمع عرضها فيه.
وخلال الجولة أكد مرسي أن المعرض الذي سيقام في نسخته الثانية على أرض مصر في الفترة من 29 من نوفمبر وحتى 2 من ديسمبر القادم تحت رعاية الرئيس السيسي يعد فرصة لتبادل الخبرات بين مختلف العاملين بالجهات العالمية والمحلية الرائدة في مجال أنظمة التسليح والصناعات الدفاعية والعسكرية، مشيرا إلى أن هذا المعرض يأتي لفتح آفاق جديدة من التعاون بين مصر ومختلف دول العالم في مجال الصناعات العسكرية، حيث أصبح معرض إيدكس مظلة دولية فاعلة في هذا الإطار. تتواصل فعاليات معرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية والتي انطلقت تحت رعاية السيدة انتصار السيسي تحت شعار قريبين ولو بعاد بمدينة 6 أكتوبر في محافظة الجيزة. وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج إن قطار معرض ديارنا يجوب مختلف المحافظات تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بمضاعفة عدد المعارض وزيادة عدد العارضين من الأسر المنتجة من مختلف المحافظات. تحت رعاية السيد انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية وفي إطار جهود وسياسات الدولة لتقديم مختلف سبل الدعم لصغار المنتجين والترويج للمنتج الحرفي والتراثي المصري في مختلف المحافظات، انطلقت فعاليات معرض ديارنا للأسر المنتجة بالسادس من أكتوبر والذي اختارت دولة ليبيا ضيف شرف لهذا المعرض. ده أول معرض لينا في 6 أكتوبر وسعيدة أن احنا نكون بنفتح أسواق جديدة، لأن معارضنا دايماً ناحية مصر الجديدة وهليوبلس والتجمع، فالأول مرة بندخل محافظة الجيزة الناحية ديت عشان بنفتح أسواق جديدة وعشان شركائنا في الوزارات الأخرى أيضا بياخدوا مجالهم هناك. معنا 380 عارض، شعار المعرض قريبين ولو بعاد. يضم المعرض الذي يشمل نحو 380 عارضا المنتجات الحرفية اليدوية والتراثية الخاصة بأصحاب المشروعات من الجمعيات والأسر المنتجة والتي تضم المنسوجات والمفروشات الأرابيسك والإكسسوارات المنزلية والكروشيه والنحاس والفضة وغيرها من المنتجات. احنا بنقدم هنا شغل هاند ميد، كروشيه وشغل خشب، يعني الخامة الأساسية عندنا الخشب وبندخل فيها خامات كتيرة جدا ما بين الخيوط، الصوف، الخيش. احنا بنعرض منتجات خاصة بالريسايكل وبالمنتجات الخشبية، تطعمها معها بالخيوط وبالكروشيه بالمعدن، يعني معظم الشغل كله قايم على حاجات اوريدي ريسايكل واحنا عاملين لها اعاده تدوير جديده. احنا بنقدم العلاج الطبيعي بالنباتات والعلاج الطبيعيه زي العلاج بالحجامه والعلاج التراثي. احنا سيبو معتمدين اعتماد كلي على العلاج الطبيعي زي الحجامة أو بالعلاج بالنباتات وصناعة الكريمات للبشرة أو الكريمات العلاجية. معارض ديارنا تحمل عددا من الرسائل التسويقية أهم وترويج المنتج المصري ودعم صغار المنتجين العاملين في المنتجات الحرفية والتراثية، وكذلك الترويج لأماكن صناعتها بمختلف محافظات مصر والتأكيد على دور الأسر المنتجة في دعم الاقتصاد الوطني تحقيقا لرؤية القيادة السياسية في دمج الاقتصاد غير الرسمي داخل الاقتصاد الرسمي للدولة والذي يعد أحد أهم أهداف التنمية المستدامة للدولة. أحمد الحسيني، التلفزيون المصري. وصلنا إلى وقفتنا الاقتصادية في نشاط السادسة، تقدم لنا رغدة أبو ليلى. شكرا لكم آية كافوري وريهام الديب. إلى أخبار المال والأعمال محليا وأيضا عالميا. أهلا بكم. شهدت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط ورئيس الهيئة العامة للاستثمار محمد عبد الوهاب مراسم توقيع عقد شراكة استراتيجية بين شركتين من الشركات الناشئة تعملان في مجال المدفوعات والحلول الرقمية. يمثل عقد الشراكة الذي تم توقيعه خطوة مهمة لتوفير مصادر دخل مبتكرة باستخدام وسائط الإعلان التكنولوجية المختلفة لسائق التاكسي من خلال توفير مصادر دخل جديدة عبر وسائط الإعلان التكنولوجية المختلفة لسائق التاكسي عن طريق استخدام المساحة الإعلانية على المركبات وإتاحة خدمات دفع الأجرة بوسائل الدفع غير النقدية. يعني.
شهد وزير الاتصالات عمرو طلعت توقيع اتفاقية عبر فيديو كونفرنس بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات إيتيدا وشركة بلاغ أند باي الرائدة عالميا في مجال تمكين الشركات الناشئة وتسريع نموها. يأتي ذلك بهدف إقامة شراكة استراتيجية بين الجانبين بهدف تعزيز نمو قطاع ريادة الأعمال والشركات الناشئة بمصر. وبموجب التعاون سيتم تأسيس مقر للشركة العالمية بمركز إبداع مصر الرقمية بالقاهرة. قرر كل من منتدى الطاقة العالمي والاتحاد الدولي للغاز اختيار مصر لاستضافة الاجتماع الوزاري الثامن للغاز خلال عام 2022، والذي يتولى تنظيمه كل من منتدى الطاقة العالمي والاتحاد الدولي للغاز. هذا وأوضحت وزارة البترول أنه من المقرر أن يناقش المنتدى الانتعاش الاقتصادي العالمي بعد تداعيات جائحة كورونا والارتفاع الحاد في أسعار الغاز الطبيعي الذي شهدته الأسواق خلال عام 2021. إلى البورصة المصرية، حيث أنهت المؤشرات التعاملات على صعود جماعي للمؤشرات بدعم من مشتريات المتعاملين العرب، بينما اتجهت تعاملات المصريين والأجانب للبيع. وربح رأس المال السوقي 8.8 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 701 مليار جنيه. وعلى صعيد المؤشرات، حيث ارتفع مؤشر إيجي إكس 30 بنسبة 93% ليغلق عند مستوى 10596 نقطة. كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 بنسبة 3.1% ليغلق عند مستوى 2679 نقطة. وارتفع أيضا مؤشر إيجي إكس 100 بنسبة 82% ليغلق عند مستوى 3634 نقطة. إلى أسواق العملات، حيث تبينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري، ليسجل الدولار الأمريكي 15.64 جنيها للشراء و 15.77 جنيها للبيع. اليورو وصل إلى 18.35 18.51 الإسترليني 21.34 21.52 الدرهم الإماراتي 4.26 34 أخيرا الريال السعودي وصل إلى 4.17 4.21. توقع مصرف الإمارات المركزي أن ينمو اقتصاد البلاد بنسبة 2.1% هذا العام و 4.2% في 2022 مع تعافي البلاد من التباطؤ الناجم عن جائحة كورونا. وقال المصرف المركزي إن النشاط الاقتصادي بالإمارات واصل تعافيه بالربع الثاني من العام مع اقتراب النمو من مستويات ما قبل كوفيد 19. نهاية الأخبار الاقتصادية، عودة من جديد إلى آية ورهام. إليكم. شكرا رغدة. ولا يتبقى في هذه النشرة سوى تذكير بأهم ما جاء بها من أنباء. خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الرئيس السيسي يؤكد أن الإرهاب سيظل أكبر التحديات التي تواجه الإنسانية. مدبولي يؤكد أن الرئيس السيسي يضع المبادرة الرئاسية حياة كريمة على رأس أولويات الدولة خلال هذه المرحلة. السودان يحقق مع الضباط المتورطين في المحاولة الإنقلابية الفاشلة، والبرهان يؤكد أن تماسك القوات المسلحة ضمان لتماسك البلاد. إلى هنا مشاهدينا تنتهي جولتنا الإخبارية من السادسة. تحية لكم وإلى اللقاء.